منبع الحضارة الأصيلة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبالأخص اليوم من مكتبة الإسكندرية ذات المسيرة التاريخية التي تحتوي على الملايين من الكتب. يسعدنا في هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف أن يكون لنا بصمة متفردة من خلال مذكرة التفاهم التي تجمعنا مع هذه المكتبة العريقة. سعيد عندنا، لأن إذا سئلنا ما هي أقرب إمارة إلى قلبنا في دولة الإمارات وما هي أقرب بقعة في الخليج إلى قلبنا ستكون الشارقة. صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي هو شخصية فريدة محبة لمصر، أسهم في كثير من الأعمال الهامة فيها. وأنا شخصيا متذكر أنه أنا عندما توليت المكتبة اتصل بي وقال لي أريد أن أفعل شيئا للمكتبة، فالعائلة كلها يعني تعمل بنشاط الثقافي الدولي والداخلي بشكل يدعو للانبهار والاحترام. وأنا أعلم أن رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل له مدة كبيرة، وعندما تشرفنا بحضوره لأحد مؤتمرات الشباب كان الرئيس يجلس بجانبه في سعادة زائدة، لأننا نعلم كم هو محب لمصر، وكلنا نعلم أن الإمارات العربية دولة غالية علينا جميعا. إنما أنتم شرفتونا في هذا اليوم، وأنا بحيي أخويا سعادة صلاح سالم محمود. إحنا ماشيين على نسق حكيم العرب الشيخ زايد، وعلى نسق الأخلاق الطيبة التي يتمتع بها أهل الإمارات، والصلات القوية التي يحتفظون بها مع القاهرة ومع الشعب المصري. فتحية لمعاليك ولمن أوفدك صاحب السمو ولأشقائنا في بلدك الحبيب. تسلم. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سعادة أخ الدكتور الفاضل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية. لكم الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وعلى هذا الترحيب الكبير الذي يعني لقيناه من قبل سعادتكم من فريق العمل من الدكتور محمد سليمان وجميع الأخوة والأخوات في مكتبة الإسكندرية. فلكم الشكر والتقدير والامتنان على هذه الحفاوة وعلى هذا الترحيب. نحن في بلدنا جمهورية مصر العربية الحبيبة نعتز ونفتخر بتواجدنا معكم اليوم لتوقيع مذكرة التفاهم، فالجهة الموقعة من بلد سلطان الكتاب والعلم والأدب، الذي يكون لمصر العروبة، مصر الكنانة، مصر القلب النابض للأمة العربية والإسلامية، من العواطف الجياشة والإعجاب الكبير والتقدير العظيم. وتطوف في ذهني رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، نحو توثيق العلاقات بين الشارقة والإمارات والعالم العربي، وفي المقدمة مصر العروبة والتاريخ، تربط البلدين علاقات تاريخية وأواصر متينة. آملين وراجين من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأرشيف والتوثيق والتوثيق الرقمي، وتقديم البرامج التخصصية المتعلقة بحفظ وتنظيم وترميم الوثائق، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول علم الوثائق وخطوطها. لكم الشكر والتقدير سعادة الدكتور مصطفى على هذه الجهود المباركة. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني علم من إعلام الجمهورية في علم التوثيق وفي المكتبات وفي الثقافة، فإن شاء الله يعني الاستفادة تكون كبيرة من سعادتكم من فريق عمل مكتبة الإسكندرية، جهود عظيمة يفتخر فيها الإنسان العربي بما رأه في من إنجازات عظيمة في مكتبة الإسكندرية، تاريخ حافل وعريق من الثقافة والعلم. فلكم الشكر والتقدير على هذه الجهود المباركة والمبذولة من أجل رفعة مكتبة الإسكندرية من أفضل المكتبات ومن أوائل المكتبات على مر التاريخ. فسعداء نحن بهذه الزيارة فيها في بلدنا جمهورية مصر الحبيبة. فلكم الشكر والتقدير مرة أخرى سعادة الدكتور.
ولله الحمد تكللت هذه المهمة بنجاح، وسوف يكون هناك عائد توثيقي ومعرفي من خلال توقيع المذكرة مع مكتبة الإسكندرية لذاكرة تحفظ الغد.